علينا ومرحبا بكم في حصتكم جاوبت البحث وفي قناة الشروق. كالعادة مازلنا في المحلة التجارية إنو ومازلنا مع الممول رامي اللي راح يهدي قسيمتي شراء تقدر ب 5000 دينار جزائري القسيمة الواحدة للفائزين. تابعوني نشوفوا الأسئلة والأجوبة ونشوفوا الفائزين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راك خويا؟ صافا لاباس. الحمد لله راك معنا في حصة جاوبت تربح. الله يخليك. نسقسوك سؤال ولا جاوبت الجواب صحيح تربح معنا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يا ربي. سؤالي يقول أين رست سفينة نوح عليه السلام في نهاية الطوفان؟ لازم جواب واحد. ها؟ أوكي نيدي. واد. أوكي نيدي. صح. ميرسي. طيب. أين رست سفينة نوح عليه السلام في نهاية الطوفان؟ في نهاية الطوفان رست في جبل أو يعرفها قال جبل سناوه شوية جبل راح السلام عليكم. السلام عليكم. واش راك خويا لاباس؟ لاباس الله يحفظك. الحمد لله. راك معنا في حصة جاوب تربح. إن شاء الله تربح معنا نسقسك سؤال. إن شاء الله يا ربي. ألوغ سؤالنا يقول أين رست سفينة نوح عليه السلام بعد الطوفان؟ على حسب الآية. لا موسى. رست في الطرق. جبل في الطرق. اسمه أرارات. أرارات. مبروك عليك. مبروك عليك خويا ربحت معنا قسيمة شراء ب 5000 دينار جزائري. نروحوا كيف كيف لوستون تاع رامي برك باش يمد لك الهدية ديالك. تفضل. مبروك عليك خويا. تفضل ممثل شركة رامي. مبروك عليك. هذا البونداشا ديالك تقدر تشري به من درك واش حبيت. صالح لمدة 3 شهور. تقدر تشري به هنا في هكا. أك خايف ولا راك مقلق ولا انت هكا ريزيرفي إلي ريزيرفي تقدر تشري به واش حبيت كاين حبيت هنا في المحلة التجارية إنو أو يضحك عمران لا نمشي عمران تشري به هنا في باب زوار في قاريدي كاين في عين دفلا في بستغانم ولا في بويرة خاطك هادوك يا هنايا في قاريدي بصحتك يعيشك خويا صحة خويا مشاهدينا هذا كان أول فائز في حلقتنا اليوم تابعوني باش نشوفوا الفائز الثاني السلام عليكم السلام ورحمة الله شكرا خويا لاباس الله بخير الحمد لله الحمد لله سؤالنا اليوم في حصة جاوب تربح هو قرأت لا كيستيون قرأت لا كيستيون أي وشنو هي لا كيستيون؟ أنا قارع فيها أك قارع إيه عم بالك تستنى إيه المهم السؤال هو في أي سنة بدأوا بتحضير البيتزا وأين؟ في أي سنة؟ نورمالمون في الطليان بصح لا دات إكزاكت والله ما على بالي قولها كيف بدك؟ نورمالمون في 1977 هكذا لا 77 كانوا شبعوا بيتزا ايوه معليش يعطيك الصحة خويا ما كاينش كاسيو لا 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 في أي سنة بدأوا بتحضير البيتزا وأين؟ أي نومو إيطاليا إيطاليا كاع على بالنا بإيطاليا بصح وين؟ 1827 في 1800 شحال؟ 1800 On va dire 50. Je suis favorable. Ça va. Ça va. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، راك معنا في حصة جاوب تربح؟ نعم. حبينا نسألك سؤال على البيتزا. نعم. البيتزا وقتاش أول مرة حضروها؟ البيتزا حضروها لا بروميير فوا في نابولي. 1880
80 مبروك عليك. الله يسلمك. 1889 كان انا كنت على بالك فيها ثقافة عامة. كنت على بالك هكا شوية ماشي انا قلت لك لا ريبونس باش ما يحصلوش فيا. مبروك عليك خويا. تفضل معنا لستون تاع راني باش ندير فيك هذا. يعطيك الصحة. تفضل. مبروك عليك خويا. بارك فيك هذيك. تفضل ممثل شركة رامي. الله يعطيك يعيشك. بون هذا البوندا شافيه 5000 دينار تقدر تشري به واش حبيت في المحلات التجارية إنه. يعطيكم الصحة. ربي يعيشك. بدا بيتزا باسكو ربحت عليها. إن شاء الله. بدا شري بيتزا بيان. يعطيك الصحة مبروك عليك خويا يعطيك الصحة. مشاهدينا هذا كان آخر فائز في حصة اليوم. سنوني في العدد الجاي. أون أتوندون تقدروا تشوفونا على صفحتنا تاع الفيسبوك جاوب تربح ولا على اليوتيوب. سنوني في العدد الجاي. مازلنا مع الممول رامي. مازلنا في باب الزوار ومازلني انا هنا بصح عمرنا ما نجيش السمانه الجايه هو والناس. باي باي.